خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن المصريين قادرون على العبور الآمن والثابت نحو جمهوريتهم الجديدة. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحث قادة العالم على المشاركة الفاعلة في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ الشهر المقبل. مجلس الاتحاد الروسي يصوت على قرار ضم 4 مناطق أوكرانية، وزيلانسكي يعلن استحالة تفاوض مع موسكو. 3 بتوقيت القاهرة، 1 ظهرا بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نصر أكتوبر كان وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل انتصارات هذه الأمة، وهو النصر الذي أعاد اكتشاف قدرات وإمكانات المصريين ووحدة صفوفهم في مواجهة التحديات. 49 عاما مرت على هذا النصر المجيد، ولا يزال أبناء هذا الوطن يقدمون التضحيات لحماية الحق والكرامة ويصونون قواعد السلام المستند إلى القوة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية، وحققت فيها مصر معجزة العبور. وخلال الندوة التثقيفية 36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أضاف الرئيس السيسي أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيها وحافظت على مكتسباته. تحتفل مصر اليوم بذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة. إن يوم 6 أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوماً مقدراً له أن يظل خالداً، ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام. فمصر لم تحارب فقط دفاعاً عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. وقدم الرئيس السيسي التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. وثمن الرئيس السيسي قرار الرئيس الراحل أنور السادات نحو السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح أفاق المستقبل لسائر المنطقة. إن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية. ومن هنا فإنني أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات. بطل الحرب والسلام
الذي اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطارد الجميع، وتحية له أيضاً باتخاذه بشجاعة الأبطال قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة. أهلا بكم من جديد. قدم الرئيس السيسي تحية لرجال القوات المسلحة وكل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث. وأكد الرئيس السيسي أن العلاقة بين الشعب والجيش تعد أمرا مقدسا وضامنا للأمن الوطن واستقراره، فيما وجه التحية إلى أرواح الشهداء تقديرا لتضحياتهم بحياتهم لحماية الوطن. ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس لمصر أوجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، وتحية يملؤها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية، تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف بأن أكون ابناً من أبنائها. وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي، وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وحصن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبها العظيم. وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمراً مقدساً وضامناً أبدياً لأمن هذا الوطن واستقراره. وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن حراً كريماً مستقلاً. أكد الرئيس السيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر. وشدد الرئيس السيسي على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعارات، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. ثم العمل الدؤوب. ثم العمل الدؤوب. بعزيمة وإرادة صلبة. بعزيمة وإرادة صلبة. من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويطغى على عثرات الماضي. ولعلكم تتفقون معي إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنمية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة بإذن الله، الجمهورية التي نتطلع إليها والتي تلبي طموحات طال انتظارها جيلاً بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة وحضارته وعظمة تاريخه. كما أكد الرئيس السيسي أن الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات الأجيال القادمة للانطلاق على طريق التقدم، مشيرا إلى أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة ستصبح دولة حديثة متطورة ينعم فيها المصريون بمستويات معيشية كريمة. إن الجمهورية الجديدة التي أراها عين اليقين سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها. إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل
والأجيال القادمة، وإلى الانطلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات. وبحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات معيشية كريمة، فكما شاء القدر لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء انجسام، فإن الأجيال الحالية كانت على موعد أيضاً مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الممتد، لتعاصر أحداثاً وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم بأسره. أكد الرئيس السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة يمكن تجاوزها بالجهد والعمل من أجل الوطن. وأضاف الرئيس السيسي أنه في ظل هذه الظروف ما زالت قوى الشر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية وتبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب. وتعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب نموذجاً على ما نراه ونعيشه ونحياه، ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي. وفي ظل هذه الأحداث وتلك الظروف ما زالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية، فراحت تبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته. ولكنني على يقين أن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة، وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والسمين والهدم والبناء، وما بين الإخلاص وحب الوطن والشعب والخبث وكراهية هذا الوطن وشعبه. وحرص الرئيس السيسي على تقديم تحية لعدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع هؤلاء الأبطال، وشارك في صورة التذكارية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. We'll be right back.
كما حرص الرئيس السيسي على تكريم زوجات أبطال حرب أكتوبر وقاداتها لدورهن في دعم أزواجهن خلال هذه الفترة. ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر لهن تقديرا لدورهن العظيم خلال حرب أكتوبر، كما حرص الرئيس السيسي على التقاط الصور معهن، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 49 لحرب أكتوبر. وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، صدق الرئيس السيسي على ترقية قائدي القوات الجوية والقوات البحرية من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق. وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار تصديق الرئيس السيسي على ترقية كل من قائد القوات البحرية لواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم، وقائد القوات الجوية لواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم. معي عبر الهاتف سيادة اللواء أركان حرب نصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء، كيف تابعت الندوة التثقيفية وكيف تم الاحتفاء بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ بداية بأحيي من خطط لهذه الندوة ومن أدارها، لأنها عبرت عن أشياء كثيرة كانت بتجول بخاطر كل المصريين وكنا محتاجينها ومحتاجين نشوف المعاني اللي اتقدمت في هذه الندوة. أول كلمة بتستوقفني وده عايز كل المصريين يفكروا فيها، لما بيقول حرب أكتوبر غيرت واقع، وكان هذا الواقع كان واقع مؤلم، واقع لم نرضاه. وبالتالي بوجه كلامي لكل كتاب الواقعية اللي زي ما بنقول بيقروا خطأ موجود في المجتمع ونقول هي دي الواقعية، ونصدر لأبنائنا وللأجيال إن هي دي الواقعية اللي لازم نعترف بيها. بنقول النهاردة إن طالما هناك واقع لا نرضاه فلا بد وأن نغيره. لولا إن إحنا ما رضيناش الواقع المؤلم بتاع هزيمة 67 ما انتصرنا ولا غيرنا هذا الواقع بنصر أكتوبر 73. ولولا أننا لم نرضى على ما كان في مصر في 2012 ما قام الشعب في 2013 بثورته وغير كل هذه المفاهيم الخاطئة اللي كادت أن تودي بمصر إلى المجهول. النهاردة تغيير الواقع الغير مطلوب في مصر هو ده اللي خلانا النهاردة في 7 سنوات فقط نضاعف دخلنا القومي 3 مرات، ما حصلتش قبل كده. هي دي روح أكتوبر اللي احنا بنعملها، اللي خلانا في 7 سنوات دول نبني 24 مدينة جديدة، نغير شبكة الطرق، نعمر سيناء بشكل غير مسبوق بحيث تبقى درع مصر الشرقي اللي محدش يقدر يطمع فيها بعد كده. كل المتغيرات اللي بتتم النهاردة في مصر هو لأننا رفضنا واقع لا نرضاه، واقع سيء. فبنقول لكل من يريد أن يستسلم للواقع الغير طيب، لا، مطلوب أن احنا نغير. ولولا أننا أردنا التغيير وقمنا به ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. ولولا أننا سنواصل هذا التغيير ما هنحقق الجمهورية الجديدة اللي احنا بنطمع فيها، أن مصر تبقى قد الدنيا، ما تبقاش في مقدمة الدول الصغيرة فقط، لا، تتبوأ مكانها مع الدول الكبرى في سواء كان في محيطنا الإقليمي أو إن شاء الله على المحيط العالمي. التغيير مطلوب ودي سنة الحياة أن نغير باستمرار. أجل نقطة تانية وهو تكريم هؤلاء الرجال، ما بقي منهم العظام الشهداء عند ربهم، ودول شافوا خلاص من التكريم ما يفوق طاقة أي مخلوق على هذا الكون كله، لأن ربنا هو اللي بيكرمه. أما من بقي في الحياة في الدنيا مطلوب أن احنا ندي مثل للأجيال الصغيرة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
لما بنوجه ليهم النهاردة التحية وبنقول لهم أنتوا قدمتوا لوطنكم عمل عظيم، دول عشان يبقوا قدوة، عشان ولادنا يقتدوا بيهم بعد كده، مش في الحرب فقط، في كل المجالات، في التعليم، في الصحة، في العلم، في الصناعة، في الزراعة، في كل المجالات، نغير أي واقع لا نرضاه لبلدنا ولا لأنفسنا. فتكريم هؤلاء الرجال، واللي بيكرمهم مين؟ بيكرمهم المواطن عبد الفتاح السيسي، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المصريين كلهم نيابة عن المصريين وباسمهم، بيكرم هؤلاء الأبطال اللي قدموا وضحوا من أجل هذا الوطن. ده عايزين يبقى ده ديدنا باستمرار، اللي يحسن نقول له شكرا، ونقول له شكرا قبل ما يفوت الأوان ونترحم عليه. لا، احنا عايزين نوري الأمثلة دي لأبنائنا، ومش بس في الجيش، لا ده احنا نوريها في كل المجالات، زي ما بنقول في الصحة مين اللي قدم ومين اللي عمل، وفي الزراعة وفي الصناعة وفي التعليم، في كل المجالات من قدم لمصر شيئا فلنظهره كنموذج أحق بأن يحتذى. والحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. النهاردة لما بنعرض هذه الأمثلة بنقول لأولادنا عايزين تشوفوا مثل طيب قدامكم أهو، والناس دي موجودة، وجهة الموت ما خافتش منه، وكتب لها الحياة لأن ما خافوش من الموت. صحيح، وهذا ما ذكره الرئيس. لا يخشى الموت هو اللي بيبقى الأطول عمرا والأطول بقاء. نعم. دي الرسائل أو نعم. جزء منها اللي قدمها سيادة الرئيس في هذا الاحتفال. الجزء الآخر سيادة اللواء، متطلبات العبور إلى الجمهورية الجديدة. يعني الرئيس تحدث عن العمل، تحدث أيضا عن يعني ضرورة مواجهة الفقر والجهل والتخلف، لأنها أعداء لأي أمة تريد أن تتقدم. بالضبط كده، الفقر والجهل والتخلف، للأسف هناك من يقول أن هذا واقع. ده اللي بيقول هذا واقع ده المفروض أن يكتسب، لأن ما دام هذا واقع من رأى منكم منكرا فليغيره، بيده إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. أي واقع غير طيب كلنا بنمد إيدنا، اللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اللي في بيته، اللي في وظيفته، اللي في شغله، كل واحد طبقا لمسؤولياته يغير باستمرار. الرئيس بيقول العمل والعمل الدؤوب، كل واحد في مجاله يعمل، المدرس في مدرسته، الطبيب في مستشفى، العامل في معمله، الراجل اللي بيكنس الشوارع ده فقد يكون أعظم منا كلنا، بأنه هو بيؤدي طبقا لضميره، بيؤدي كل مطلوب منه تماما. نعم. مش مطلوب منا احنا غير يا مصريين، غير أن كل واحد يتقن عمله، والأعظم فينا مش بقيمة العمل، إنما قيمة العمل بمن يتقنه. اللي بيتقن عمله ده مهما كان إن شاء الله يكون العمل ده أصغر نوع من الأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا بيذبحوا شاه، وكل واحد قال ده عليا ذبحها وده عليا سلخها، قال وعلي جمع الحطب. إيه جمع الحطب ده؟ أي عيل صغير يعمله. لكن بيدينا مثل ألا نستصغر عمل، ولكن نستصغر الأداء اللي مش كويس، الأداء الغير كامل. نعم. إنما لما واحد فينا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا. نعم. أن يتقنه. في دعوة الرسول الرئيس النهاردة إن نعم. إحنا عمل دقو، كل واحد يبذل أقصى طاقة. ما انتصرناش في أكتوبر لأننا كنا أقوى من العدو ولا أكتر منه، ولكن لأن إحنا عملنا بإيه؟ بما استطعنا، زي ما ربنا أمرنا. فلو أشكرك. كل واحد منا في مجاله هيعمل ما يستطيعه، إن شاء الله لن تكون أمامنا أي عقبة، هنوصل لحق. وضحت فكرتك سيادة اللواء أركان حرب النصر محمد سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. أشكرك. We'll be right back.
قدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن الجيش المصري قادر على تحقيق البطولات والانتصارات في مجال المعارك العسكرية النظامية وغير النظامية، حيث استطاع دحر التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع رجال الشرطة. إن افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلسنا الموقر يتزامن مع احتفالنا بذكرى غالية علينا جميعا، وهي ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، وهي الذكرى 49 لهذا النصر المبين. فأنتهزوا هذه الفرصة لأقدم باسمنا جميعا تحية وتقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل الذي نصفه دوما بأنه مدرسة الوطنية المصرية ومجمع الأبطال العظام الذين نفخر بهم وبدورهم الداعم والمساند دوما للإرادة الشعبية. فما خاضه الجيش المصري من معارك تاريخية طويلة حقق فيها البطولات والانتصارات جعلته واحدا من أقوى الجيوش وأقدرها، ليس فقط في مجال المعارك العسكرية النظامية بل والمعارك غير النظامية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي نجح في دحرها والقضاء عليها بالتعاون والتكاتف مع أشقائهم من رجال الشرطة الوطنية المؤمنين برسالاتهم المخلصين لوطنهم إلى أن ساد الأمن والأمان في ربوع البلاد. يحتفل متحف السادات بمكتبة الإسكندرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة باستعراض المقتنيات الخاصة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات. ويضم المتحف عددا كبيرا من مقتنيات الرئيس السادات، منها البدل العسكرية والأوسمة ومخطوطات نادرة ومجموعة من الصور الخاصة به في كافة مراحل حياته. توثيق مكتبة الإسكندرية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر يشمل أهم الشخصيات التي كان لها دور بارز في إحداث نقلة عظيمة في تاريخ مصر، ويأتي على رأس تلك الشخصيات زعيم الحرب والسلام الزعيم الراحل أنور السادات، حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترا مربعا. سيشاهد الزائر قبل دخول المتحف عرض بانوراما التراث عن الرئيس السادات مع استعراض لكافة الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات التي لم تدع من قبل سواء في مصر أو الدول الأجنبية. ويضم المتحف الذي يعد الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية عددا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها السادات خلال مراحل حياته المختلفة سواء المصرية أو المهداة من دول أخرى، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان السادات. احنا بنحتفل السنة دي بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. أحب أديكم نبذة عن متحف السادات. ده متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مكتبة الأسكندرية، بيضم مجموعة كبيرة جدا من مقتنياته اللي أهدتها لينا أسرته ممثلة في الراحلة السيدة جيهان السادات لمكتبة الأسكندرية تخليدا لذكراه. هذه المقتنيات بتتنوع داخل المتحف ما بين مجموعة من الأوسمة والنياشين اللي بتهدى عادة لكبار رجال الدولة ورؤساء الدول، مجموعة من الصور المعلقة على حوائط المتحف واللي بتعبر عن محطات مختلفة في حياة السادات. وسيجد الزائر كذلك عند زيارته للمتحف جهاز الراديو الخاص بالسادات ومكتبه ومكتبته الشخصية وعددا من أندر الكتب التي أهديت إليه وعددا من بورتريهاته، إلى جانب العصا الشخصية الخاصة بالسادات ومجموعة من السيوف العربية والدروع التذكارية والبايب الخاص به والعباءة التي كان يرتديها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بقرية ميتا بولكوم بمحافظة المنوفية. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه.
لحركتها السريعة. الوحدة كما أثبتت معاركنا عبر التاريخ قدر ومصير للأمة العربية. وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب، وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن متابعة الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال مدبولي إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي في مايو الماضي. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الخطة تضمنت 5 محاور رئيسية تتمثل في تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعات المصرية وزيادة الصادرات وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البورصة المصرية وأيضا توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجريا. وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن والدفاع عن مقدراته، مقتدين بصاحب الذكرى العطرة وكفاحه ونضاله في مجابهة الشدائد والتحديات وحفظ الأوطان. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. وبعث الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 176 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 63 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 93 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 20 طن أسمنت. كما تم ضبط 710 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 210 قضايا خبز ناقص الوزن و193 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 105 أطنان. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم على المشاركة الكاملة والفاعلة في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف الذي ستستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. وأكد غوتيريش أن قادة العالم يمكنهم أن يثبتوا من خلال مشاركتهم في القمة أن العمل المناخي يمثل الأولوية العالمية القصوى التي يجب أن يكون عليها. يجب على المؤسسات المالية الدولية إصلاح نموذج أعمالها ونهجها في التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواصلة مبادراتهم الخاصة. ويجب عليهم أيضاً تكثيف جهودهم للاستفادة من الزيادات الهائلة اللازمة للتمويل الخاص في كل قضية مناخية. الحل الوحيد هو اتخاذ إجراء تضامني حاسم، وكوب 27 هو المكان المناسب لجميع البلاد بقيادة مجموعة العشرين لإظهار مشاركتهم في هذه المعركة. (تصفيق)
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الجميع في العراق متفقون على إجراء الانتخابات المبكرة لتخطي الأزمة الراهنة. وقال الكاظمي خلال تصريحات له إن العراق كان على شفا حرب أهلية بسبب بعض السياسيين، حيث تسببت تصريحاتهم في إشعال الصراع بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن القوى السياسية فشلت بسبب اهتمامها بالسلطة على حساب المواطن وبناء العراق. وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، والتي أقرها مجلس النواب بأغلبية أعضائه في 26 من سبتمبر الماضي، وذلك بعد مناقشات استمرت لأكثر من 10 أشهر. وأحال بري مشروع قانون الموازنة لرئاسة مجلس الوزراء للتوقيع عليه، تمهيدا لإحالته لرئيس الجمهورية حتى تدخل الموازنة حيز التنفيذ. وبدأت الحكومة اللبنانية خلال الأيام الماضية الإعداد لموازنة العام المقبل ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في إطار خطة الإنقاذ والتعافي من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة التي تعاني منها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية. صوت مجلس الاتحاد الروسي لصالح ضم 4 مناطق أوكرانية سيطرت عليها روسيا بعد إجراء استفتاء. وخلال جلسة لمجلس الاتحاد تم التصديق بالإجماع على تشريع لضم مناطق دونسك ولوهانسك وخرسون وزابوريجيا الأوكرانية بعد تصويت مماثل في مجلس النواب الروسي الدوما. ومن المقرر أن تعود الوثائق إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من الرئيس فلاديمير بوتين لإكمال عملية ضم المناطق الأربع رسميا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن على الدول العالم أن تدرك الواقع الجديد الذي فرضته بلاده في أوكرانيا. وأوضح لافروف أن اعتراف الغرب بقرار روسيا ضم دونتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخرسون هو أمر لا مفر منه، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من الدول تدرك صحة المواقف الروسية. أضاف لافروف أن سعي الغرب إلى المواجهة وعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الأربع هو أمر مضاد للتاريخ. أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي تحرير مناطق جديدة في عدة مناطق من البلاد، لافتا إلى أنه تم تحرير أكثر من 450 منطقة في خاركيف وحدها. ومن جهة أخرى، وافق الرئيس الأوكراني على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. كل الإجراءات لإعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة تتم بشكل مكثف للغاية على مختلف المستويات الحكومية. وإجمالاً هناك أكثر من 450 مكاناً في منطقة خاركيف وحدها تم تحريرها بفضل العملية التي انطلقت في سبتمبر وما زالت مستمرة. يتم استعادة أعمال النقل والبريد والشرطة والإمداد بالمياه والغاز والكهرباء إلى أقصى حد ممكن. وبعد تحرير تلك المناطق وجدنا الكثير من الألغام، وتقريباً كل البنية التحتية تم تدميرها. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكداد أن الاقتصاد العالمي ينمو بنسبة 2.5% عام 2022، وأن يتباطأ إلى 2.2% عام 2023. أضاف الأنكداد أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي أثر على جميع الدول وخاصة البلدان النامية، حيث توقع أن ينخفض مستوى معدل النمو إلى أقل من 3%، مؤكدا أن البلدان ذات الدخل المتوسط في أمريكا اللاتينية وكذلك البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا ستسجل تباطؤا بشكل كبير هذا العام.
قالت الوكالة الدولية للطاقة إن أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوقة بشأن إمداداتها من الغاز الطبيعي هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم الشحنات. وذكرت الوكالة أن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى تقليل الاستخدام بنسبة 13% خلال فصل الشتاء في حالة قطع روسيا لغازها بالكامل. شتاء قارس وانقطاع الغاز الروسي ومخاوف من معدلات تضخم مرتفعة، تحديات صعبة تواجه القارة العجوز الأيام القادمة، تحديات دفعت الوكالة الدولية للطاقة للقول إن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون حاسمة هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع موجة برد متأخرة. تراجع تدفق الغاز الروسي ردا على العقوبات ضد موسكو منذ الأزمة الأوكرانية أدى إلى ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق العالمية ودفع الأوروبيين للتزود بالغاز من مصادر أخرى. الوكالة الدولية للطاقة كررت تحذيراتها من أنه بدون تخفيض الطلب على الغاز وفي حال انقطعت الإمدادات الروسية تماما فإن المخزون سيكون أقل من 20% في فبراير، وذلك في حال وجود مستوى عال من الإمدادات بالغاز السائل، بينما سيكون المخزون بحدود 5% في حال كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة. وانخفض الاستهلاك الشامل للغاز في أوروبا بنسبة 10% بين شهري يناير وأغسطس بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وهو انخفاض غير مسبوق مدفوع بتراجع بنسبة 15% بنشاط القطاع الصناعي مع اضطرار المصانع إلى خفض إنتاجها أمام الارتفاع الكبير في الأسعار وفق الوكالة. وفي الوقت نفسه ارتفع الطلب الأوروبي على الغاز السائل بنحو 65% مقارنة مع عام 2021، في حين أنه انخفض بنسبة 7% في السوق الآسيوية بفعل عوامل ارتفاع الأسعار والطقس المعتدل وسياسة صفر كورونا في الصين. أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً متوسط المدى حلق فوق اليابان، وكانت كوريا قد أطلقت 4 صواريخ قصيرة المدى خلال أسبوع واحد رداً على المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية. في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة وفي واقعة هي الأولى منذ نحو 5 أعوام، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً فوق اليابان في تصعيد لتجارب الأسلحة التي تجريها. الجيش الكوري الجنوبي أعلن رصد الصاروخ الذي قطع مسافة 4500 كيلومتر تقريباً على ارتفاع بلغ 970 كيلومتراً، محلقا فوق الأرخبيل باتجاه الشرق، ودعت السلطات اليابانية سكان منطقتين في شمال شرق البلاد للاحتماء من الصاروخ الذي حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادي. وقالت السلطات إن الصاروخ لم يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وفي حدث نادر تسببت التجربة الصاروخية الكورية الشمالية بتفعيل نظام الإنذار المبكر جي أليرت في اليابان، حيث ظهر على شاشات التلفزيون الوطني تحذير يدعو سكان المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للاحتماء داخل مبان أو تحت الأرض. وردا على إطلاق الصاروخ توالت الإدانات الدولية لتجارب بيونغ يانغ، حيث أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تشاورت مع اليابان وكوريا الجنوبية للرد بقوة على التجربة الأخيرة. ومن جهته ندد رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي، معتبرا أنه عدوان غير مبرر ومحاولة لتعريض أمن المنطقة للخطر. وأكد ميشيل تضامن الاتحاد مع اليابان وكوريا الجنوبية. هي إذن حلقة جديدة من حلقات تجارب بيونغ يانغ الصاروخية في المنطقة، وتأتي في وقت يعيش فيه العالم حالة من الترقب.
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي آخر سيواجه برد حاسم، وأكد يول أن جيش بلاده وحلفائها والمجتمع الدولي سيردون على هذه التصرفات. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى أو فوق المتوسط قطع نحو 4000 كيلومتر فوق اليابان، كما قلت في ذكرى القوات المسلحة في الأول من أكتوبر إن جيشنا وحلفاءنا والمجتمع الدولي سيردون على مثل هذا الاستفزاز المتهور بشكل حاسم. تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعاتها في أكثر من قطاع في محافظة سوهاج، وتضم هذه المشروعات مشروع نقطة الإسعاف وتطوير مطاف أم دومة وإنشاء مكتبة كتابك بجوار المركز التكنولوجي، إضافة لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة وبناء سور المستشفى الجديد. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حرص مصر على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع الكويت، وذلك في قطاع البترول والغاز بمختلف أنشطته من البحث والإنتاج والتكرير والتوزيع. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يجري زيارة لمصر. وقال الملا إن التطور الكبير الذي تشهده صناعات عظيمة القيمة المضافة في مصر مثل البتروكيماويات والأسمدة يوفر فرصا استثمارية جاذبة، حيث تعد مصر مركزا مهما لصناعة البتروكيماويات. افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب منتدى الاستثمار والشراكة المصري البرتغالي الأول بالعاصمة لشبونة، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة مصرية وبرتغالية. وأكد رئيس هيئة الاستثمار في الجلسة الافتتاحية للمنتدى مواصلة تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وتيسير جميع الإجراءات للأنشطة الاستثمارية، وعلى رأسها رخصة ذهبية للشركات التي تنفذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق خطة مصر التنموية، داعيا مجتمع الأعمال البرتغالي إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها مصر للمستثمرين. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. خلال الندوة التثقيفية لقوات مسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن المصريين قادرون على العبور الآمن والثابت نحو جمهوريتهم الجديدة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحث قادة العالم على المشاركة الفاعلة في قمة المناخ كاب 27 بشرم الشيخ الشهر المقبل. مجلس الاتحاد الروسي يصوت على قرار ضم 4 مناطق أوكرانية، وزيلينسكي يعلن استحالة التفاوض مع موسكو. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.